بقي 41 شخصا على الأقل مصرعهم نتيجة تحطم طائرة شحن يقودها طاقم روسي في جنوب السودان، وفق ما أعلنه متحدث رسمي. وأكد المتحدث باسم رئاسة جنوب السودان آتيني أويك نجاة 3 أشخاص ممن كانوا على متن الطائرة، من بينهم طفل واحد وأفراد الطاقم الطائرة الروسية وأحد أفراد الطائرة الروس. وأفادت تقارير صحفية بأن الطائرة تحطمت بعيد إقلاعها من جزيرة صغيرة في النيل الأبيض على بعد نحو 800 متر من مدرج مطار جوبا.